اهلا بكل حضراتكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد الاربعين. جالي كذا كومنت على الفيديوهات من امهات عزيزات بيسالوني عن بناتهم اللي في سن المراهقه، وبكل اسف بيقولوا ان بناتهم بيكرهوهم وبيسالوني ايه الحل. عشان كده كان لازم اعمل الفيديو ده عشان ارد على تساؤلات حضراتهم. الحقيقة في سن المراهقة البنت بتمر بتغيرات مش بس جسدية، ولكن كمان تغيرات نفسية كتير جدا، وهي ما بتبقاش قادرة على استيعاب التغيرات دي. التغيرات دي ممكن تخليها تعمل حاجات مختلفة عن اللي كانت بتعملها وهي طفلة. بالنسبة للأم اللي بتقول إن بنتها بتكرهها، تتصرف إزاي وتعمل إيه؟ أول حاجة لازم تكون على دراية تامة بطبيعة المرحلة اللي بنتها المراهقة بتمر بيها. لازم تقرأ في الموضوع وتعرف كل التغيرات النفسية والبيولوجية اللي بتمر ببنتها. الحاجة التانية لازم تعرف إيه الأسباب اللي وصلت البنت للمرحلة دي. ليه البنت بتكرهها أو بتتصرف تصرفات يبان منها إنها بتكرهها؟ لازم تعرف الأسباب عشان تقدر تحل المشكلة. بعد كده لازم تقرب من بنتها جدا، زي ما قلت في فيديوهات سابقة لازم الأم تبقى صديقة بنتها. طبعا كتير من حضراتكم رديتوا عليا وقلتولي انكم حاولتوا وعملتوا كل اللي انا قلته في الفيديوهات وما جابش نتيجة. الحقيقة هو ده مش هيجيب نتيجة من اول مرة، لازم نحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة. لازم كمان البنت المراهقة تكون مش بس صديقة امها، لكن كمان هي واثقة فيها. طيب ازاي تقدر الام توصل للثقة دي؟ اول حاجة لازم تكون حريصة على انها تحافظ على اسرار بنتها. يعني لما تحكي لها حاجة ما تروحش جري وتبتدي تنشرها بين افراد العيلة او افراد الاسرة، علشان البنت تحس بالثقة وتبتدي تحكي لمامتها كل حاجة بتمر بيها في يومها. الحاجة التانية، ممكن الام تاخد بنتها ويبتدوا يخرجوا او يتفسحوا يغيروا جو ويتكلموا عن كل المشاكل اللي بتمر بيها البنت. وده ياخدنا للنقطة اللي بعد كده، اللي هي زي ما قلت في فيديوهات كتير قوي يا جماعة، ودي حاجة مهمة جدا، ان لازم يبقى فيه في اليوم ولو حتى نص ساعة quality time، او وقت الام بتقعد فيه مع بنتها وتسألها عن يومها واللي حصل فيه، وعملتي ايه يا بنوتة النهاردة، رحتي فين، قابلتي مين، من غير ما تحسسها انها بتراقبها او انها بتغلس عليها او بتضايقها. وعلشان الام تقدر تكسب ثقة بنتها المراهقة، ما ينفعش ابدا انها قدام الناس تقلل من قيمتها، بالعكس ده لازم ترفع من شأنها. يعني لو عملت حاجة كويسة لازم تقول ده في وسط العيلة وتهنيها وتبارك لها وتتكلم عن إنجازاتها قدام صديقاتها وقدام الآخرين، بس برضو بطريقة لطيفة من غير ما تكسب بنتها. يعني مش لازم تقول مثلا شفتوا أمورتي الحلوة جابت كام، لا، هتقول رغم كل اللي حصل وكل اللي مرينا بيه السنة دي، ولكن انت رفعتي راسنا وجبتي المجموع اللي انت بتتمنيه، والكلام اللطيف اللي بيتقال ده. ما ينفعش كمان نشتكي من البنت قدام حد، يعني حتى لو هي عملت موقف مش لطيف ما ينفعش ان احنا نعاتبها او نلومها قدام الناس، ولكن ده يكون بين الام وبنتها لما بيقعدوا في الساعة او في الوقت اللي بتخصصه لبنتها في كل يوم زي ما قلنا في اول الفيديو. تتكلم بقى معاها وتقول لها على فكرة ايه رأيك لو كنتي عملتي التصرف الفلاني في الموقف ده، ايه رأيك لو بدل ما كنتي قلتي كده كنتي قلتي كده. تبتدي تنزل معاها تختار معاها لبسها وما تفرضش عليها رأيها، وما تحسسهاش ان هي بتفرض عليها رأيها،
لان البنت في السن ده بيبقى لها شخصية مستقلة وبتبقى عايزة تعبر عن شخصيتها المستقلة دي. يبقى زي ما قلنا هتقربي من بنوتك، وده مش هيجي مرة واحدة ولكن هيجي بالتدريج. يعني حضرتك ما يعني ما تتوقعيش انك بمجرد ما هتعملي حاجة واحدة او حاجتين من اللي انا بقولهم دول خلاص الموضوع كده اتحل. لا، الموضوع هياخد منك شوية وقت ومجهود، لان مرحلة المراهقة مرحلة مش سهلة ابدا، لا على الفتاة المراهقة ولا على اهلها. فحضرتك خليكي صبورة، وياريت نعالج المشكلات كمان بتاعت بنتنا المراهقة الجميلة بهدوء. يعني حاولي تلتزمي زي ما بنقول دايما بأقصى درجات ضبط النفس، يعني ما تنفعليش عليها. أنا عارفة أن ده صعب، وأنا عارفة أن ضغوط الحياة بتخلينا كلنا ننفعل، بتخلينا كلنا صوتنا يعلى، ولكن علشان نقدر نحافظ على العلاقة اللي بيننا وبين البنوتة المراهقة الجميلة لازم نحاول نقلل تون الصوت شوية وإحنا بنتكلم، ولما نيجي نقول لها رأينا ما نحسسهاش إن إحنا بنفرضه عليها. يعني نقول لها على فكرة اللون الفلاني أجمل عليكي أو لايق جدا على بشرتك. طبعا أنت ليكي حرية الاختيار، ده الأم بتقول للبنت، ولكن اللون ده بيبقى بيجنن عليكي، بيخليكي زي القمر. ما نقولهاش لا اللون اللي انت اخترتيه ده وحش، اللبس اللي انت جايباه ده وحش، الطريقة اللي انت بتلبسيها مش عجبانة، لا هي كده مش هتقتنع. وزي ما قلت في فيديو سابق لكل فعل رد فعل، فأنا لما علي صوتي هي كمان صوتها هيعلى، لكن لو كلمتها بهدوء مرة في التانية في التالتة هنلاقيها هي كمان بتتكلم بهدوء معانا. و لما هقرب منها مرة في التانية في التالتة مهما كان، هي عارفة كويس قوي ان الاب والام قلبهم عليها وعايزين مصلحتها. ممكن ما تبقاش فاهمة ده بحكم المرحلة اللي هي بتمر بيها، لكن احنا لازم نفهمها ولازم نتكلم معاها. الحاجة اللي بعد كده اللي لازم نعملها ان احنا لو كنا علينا صوتنا او عاقبناها بطريقة يعني مش لطيفة، حد شتمها او لا سمح الله ضربها او عمل معاها حاجة مش لطيفة، كل ده قابل للإصلاح. وازاي نصلح ده؟ باننا نقول لها على فكرة انا عارفة ان انا تعصبت عليكي، انا عارفة ان انا عليت صوتي عليكي او مديت ايدي عليكي وما كانش المفروض اعمل كده. مش عيب ان احنا نعتذر، وبرضو ده هنقوله لها علشان كمان نعلمها ثقافة الاعتذار. وبكده هنقدر نقرب، الأم هتقدر تقرب من بنتها وهتبقى صديقتها المقربة. فبدل ما تطلع تحكي لصديقة ممكن تقول لها رأي يعمل لها مشكلة أو يأثر عليها أو حتى يخليها تقول أسرار البيت أو أسرار ما ينفعش تتقال لحد ممكن يستغله ضدها بعد كده، هتقول لأمها، وأكيد أمها هي أكتر واحدة حريصة على مصلحتها. في نهاية الفيديو بتمنى لكل حضراتكم ولكل بناتكم وبناتنا جميعا كل الحب لأمهاتهم، وأن الأمهات يبقوا صديقات مقربات لبناتهم. ومن فضلكم إذا كنتم أول مرة بتشرفوني بالمشاهدة ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. إزاي تشتركوا في القناة؟ بأنكم تدوسوا على الزرار الموجود تحت الفيديو باللون الأحمر أو الكلمة الموجودة تحت الفيديو باللون الأحمر كلمة سبسكرايب أو اشتراك. كمان إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا له لايكات كتير كتير كتير، وعايزة كمان أسمع آراء وردود حضراتكم في الكومنتات أو في التعليقات اللي تحت الفيديو. ما تنسوش بقى الشير الكتير علشان كل أم تعرف إزاي يمكن أقدم لها معلومة ولو صغيرة قوي وتعرفها إزاي تتعامل مع بنتها المراهقة. شكرا لكل حضراتكم، إن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي.